البنك المركزي العراقي ينفي أخبارا عن عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية من نافذة بيع العملة الأجنبية ببغداد، ليؤكد أن المبالغ المحولة هي لتلبية طلبات تخص الاستيراد، ويقول إن المبالغ تحول عبر البنك الفيدرالي الأمريكي باعتبار أنها تمت بالدولار وليس هناك أي عملية دفع نقدية بالمباشر. النفي يأتي فيما يعيش العراق أزمة تغطية رواتب موظفيه الذين يعيشون هاجس تقليصها في ظل انهيار سعري للنفط واقتصاد أحادي سنده واردات النفط. سوق بيع العملة المستحدث منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن يثار بشأن تحويلاته بالأساس لغط كبير لتحوم حوله شبهات غسيل الأموال بسماحه لتحويلات مالية ضخمة وغير مبررة أحيانا تحت غطاء نفقات الاستيراد وسواها. خروج الأرصدة العراقية لمنافذ مشكوك فيها كإيران وسوريا ولبنان التي برز اسمها مؤخرا وسط شبهات بقيام شركات تابعة لميليشيا حزب الله في الاستفادة من الأموال العراقية لتمويل نشاطاته في المنطقة. قرابة 20 مصرفا في لبنان تعود ملكية غالبيتها لسياسيين يتحكمون بالمشهد السياسي هناك، تجعل من الصعب معرفة ما آلت إليه المبالغ العراقية المحولة إلى لبنان. أتشرف أن أقدم لك كتاب. حكومة الكاظمي إن رأت النور فهي مطالبة بوقف نزيف العملة الصعبة من العراق لبلدان شتى ولبنان، احتيالا على العقوبات الأمريكية الصارمة ضد إيران وأذرعها في الشرق. وتنضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم. دكتورة سلام، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. الحديث يكثر دائما عن شبهات فساد في مزاد العملة الأجنبية، آخرها عمليات تداول الاعتمادات تجرى لصالح مصارف لبنانية عن طريق نافذة بيع العملة الأجنبية هذه، إلا أن البنك المركزي عاد ونفى هذه الأنباء. كيف تقيمين الوضع بحسب اطلاعك عن قرب؟ مساء الخير. اولا ان القضيه هي هذه يعني عاديه جدا بالنسبه لتداول العملات اللي موجود. لماذا؟ لانه هنالك حريه الصرف هي حريه مقفوله ضمن التعامل الاقتصادي فيما بعد 2003. هذه قضيه مقفوله، لكنه القضيه انه هنالك اليات معينه لكي يتم على ضوئها يعني تزويد هذه البنوك بهذه الاموال، وهي أن يجلبون قضايا يعني بدونات استيراد وعلى ضوءها كما قال التقرير أنه يزودوهم بكمية الدولار. لكن هل أن هذه بدونات الاستيراد هذه والاعتمادات هي صحيحة؟ هذا هو السؤال الكبير. لو كانت هي صحيحة لما تسربت هذه الأموال العراقية منذ 2003 لحد الآن. القضية الخطيرة جدا أنه الآن البنك المركزي يبيع الدولار إلى هذه المصارف ومتولين براكتس الأمريكية اللبنانية منها على أيضا بسعر 1118 للدولار، في حين يباع الدولار إلى المواطن العراقي ب 1240. هذا الفرق بين 240 لل 118 هو جزء هامش ربحي للجهة التي تأخذ. فأنتم تصوروا أن هنالك مصارف لبنانية في العراق دخلت لمجرد في حضورها في آخر مزاد تمكنت من الاستيلاء على 250 مليون دولار. دكتورة سلامة، تحدثتي عن تزوير أذونات للأموال، ولكن هذه الأموال بحسب المعلومات تمر عبر البنك الفيدرالي الأمريكي باعتبار أنه تحويل بالدولار، يعني ألن يستطيع هذا البنك كشف أذونات مزورة؟ لا، البنك ما راح يقدر يكشف، البنك الفيدرالي ما راح يقدر يكشف الأذونات المزورة. كشف الأذونات المزورة هو مسؤولية البنك المركزي العراقي. لماذا؟ مثلا أنا سأسوق لك مثالا وحدث فعلا هذا في سنة 2006. كان هنالك أحد المصارف قد جلب أذونات باستيراد حديد التسليح للاستعمال في البنايات العراقية بكذا ألف طن. هل هذا معقول؟ وأين ذهب هذا حديد التسليح لو كان فعلا؟ وعلى ضوء ذلك يمنح هذه التسهيلات
العملة يعني الحصول على الدولار بسعر مدعوم. إذا القضية هي قضية إشكالية في التعامل وشفافية، الشفافية مع العقود، لا سيما وهو بات معروفا. يعني ولكن هذه المؤسسات العراقية، البنك المركزي وغيرها، ألا تخضع لمعايير وأساسيات دولية خاصة في التعاملات مع البنك الدولي على سبيل المثال؟ أليست يجب أن تتمتع بمقدار من الشفافية؟ يعني هو المفروض أن تتمتع. وعلى فكرة ليس البنك الدولي وإنما صندوق النقد الدولي هو الذي يتعامل مباشرة مع البنك المركزي العراقي، لكن القضية أنه كلها تمرر بطرق يعني كأنما هي قانونية، أوراق قانونية موقعة رسمية، لكن من الذي وقع هذه الأوراق ومن الذي مرر هذه الأوراق؟ هي هنا المسؤولية، على عاتق من؟ على عاتق من يقبل بهذه الأوراق، يعني أين من قبل بها ومن وقعها ومن مررها؟ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعني لا تتدخل في هذا الموضوع؟ لا أعتقد، لو كانت تتدخل لما وصل الحال إلى ما هو عليه في العراق وفي كل المصاف الاقتصادية وغير الاقتصادية. القضية هي قضية تواطؤ وقضية تسريب لوثائق، وثائق يعني مش أقول تسريب لوثائق، إنه هذه الوثائق تتسرب من جهات داخل البنك وجهات أخرى خارج البنك، وقضية عمل آليات المصارف غير العراقية داخل العراق. ولماذا المصارف اللبنانية حصلت؟ ولماذا في هذا الوقت قد الذي انهارت فيه؟ نعم، إيه قد تكون لرفع أزمة تمر بها البنوك اللبنانية. إيه نعم، ولماذا العراق هو الذي يدفع ثمن الأزمة؟ ما العراق أيضا يعاني من أزمة، أزمة سيولة وأزمة اقتصاد متوقف وأزمة الكورونا، ونحن على وشك الانهيار التام إذا لم نكن قد انهار تماما الاقتصاد العراقي. يعني هل من المعقول أن أعطي الدولار بسعر 1118 دينار للمصارف التي تدعم الاقتصاد اللبناني، وأنطي الدولار إلى المواطن العراقي ب 1240 دينار؟ دكتورة سلام، يعني إلى أي مدى تعتقدين ما يحدث الآن يصب في صالح إيران؟ الحقيقة إيران تشتغل بنظام مثل ما نقول متطور، بحيث جعلت لها أكثر من رئة تتنفس أو يتنفس الاقتصاد من خلالها. واحدة من هذه العراق، والأهم أيضا الذي يربطه بالاقتصاد العالمي بفعل تطور النظام المصرفي اللبناني منذ الستينيات وليس الآن. فلبنان هي إحدى متنفسات الاقتصاد الإيراني، وأيضا الرئة التي يتنفس بها باعتبارها الصلة التي تربطه بالاقتصاديات الأخرى، ولا سيما في تحويل الأموال إلى فنزويلا وإلى أمريكا اللاتينية وإلى غيرها. فنعرف كذلك بسبب تهاوي البنى التحتية والنظام السياسي في سوريا، ولكن يعني إيران يعني تستطيع أن تحصل على هذه الأموال ببساطة بشكل مباشر من العراق، لماذا تحتاج أن تذهب هذه الأموال إلى لبنان؟ أم هي نوع من الالتفاف على العقوبات الأمريكية والضغوطات التي تواجهها الولايات المتحدة على العراق بالحد من التعامل مع إيران؟ هي لسببين، السبب الأول هو كما تفضلتي لكي الالتفاف على العقوبات، هذه قضية مهمة جدا، لأنه حتى لا تبين الطريق المباشر اللي ممكن أن يروح من العراق، وعندها هي قنوات مباشرة في العراق. والطريقة الثانية أنه إيران تحتاج إلى اقتصاد لبناني قوي، لأنه مصارفها مهمة، وأيضا البنى الارتكازية للجهات الساندة لإيران والتي هي التي ستؤثر أيضا على جهة سوريا، هي موجودة في لبنان، وبالتالي يجب أن يتقوى الاقتصاد اللبناني وتنقذ من الانهيار بعد الانهيار الأخير الكبير للليرة اللبنانية وتهاوي التصنيف اللبناني للمصارف. ممتنة كثيرا على حضورك معنا عبر سكايب، كنت معنا من عمان الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلامة سميسم، شكرا جزيلا لك.